بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسلمة. شكرا جريدة الجهوية بريس على هذه الزيارة. إذن هنا مرحبا، كنرحب بكم، مرحبا بكم في جماعة بن يخلف. كنقول لك الجماعة الترابية لجماعة بن يخلف، التسمية بقاتش القروية والحضرية، ولات الجماعة الترابية. إذن جماعة ترابية بن يخلف هناك حركية كبيرة فيها، هناك مجموعة مشاريع تهم التهيئة ديالها سواء في الطرقات ولا الأزقة ولا الشوارع. إذا لا تكلمنا مثلا على بعض المناطق، مثلا شكل الحي المحمدي، هناك كان مدخل الحي المحمدي بالنسبة للدخل، المدخل ديالو كان عائق كبير بالنسبة للسكان، كان بالنسبة لسيارات الأجرة ولا بالنسبة للنقل الحافلات كان أنه مشكل. كان ديما كيوقفوا في الدخلة ديال الحي المحمدي اللي على مسافة تقريبا ديال حوالي كيلومتر، والناس كيتنقلوا على رجليهم. ملي كتجي الامطار كيتزاد المشكل. حاليا الحمد لله المشكل تفك بصفه نهائيه. وبالنسبه للاحياء الداخليه هناك كان مشكل. كنا كنعرفوا انه الحي المحمدي هو تجزئه لقانونيه، انما كيفاش كان الطرقات ديالو والازقه ديالو كان عنده مشكل. كانت زنقه مثلا فيها 6 متر، كنجي للوسط وكندير طروطواره ناعسه وكندير فيها 2 متر ما كدوش طوموبيل وحده وكتقبس. هذا العمل اللي كان دار قبل كله حيدناه، كله تبدل، كله تغير، دار بشكل منظم، دار بالبافي يعني من الدار للدار. بالنسبه للازقه الكبار حتى هما تزفتوا وبداك الشيء بمواصفات مزيانه. كاين مشكل الواد الحار اللي هو في طريقه بالنسبه للحل ديالو بشكل نهائي باش نحيدوا كاع دوك اللي فوس اللي كاين. حنا كنعرفوا المشاكل اللي كيعانيو منها الناس تما بالنسبه وخصوصا دابا حنا مقبلين على فصل الصيف، شني ولا والحشرات اللي كتنتشر تما. اذا حنا ان شاء الله في القريب العاجل غيتفك المشكل وغيتربط الحي المحمدي بشكل نهائي مع بالشبكه ديال القنوات ديال الصرف الصحي ديال الفتح 1 والفتح 2. بالنسبه لعين التكي نفس المشكل، التجزئه منذ الثمانينات كانت كانوا كيسميوها بعض الاخوان منطقه منكوبه، ولكن الحمد لله دابا كاين تغيير كبير فيها بالنسبه للازقه ديالها وبالنسبه للمساحات الخضراء اللي غيكون فيها، بالنسبه للاناره العموميه ديالها، بالنسبه يعني للبنيه التحتيه تقريبا كلها تبدلات، بالاضافه للمستوصف الصحي اللي دار بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ومندوبيه وزاره الصحه، واللي هو مستوصف اللي كيشرف جماعه بن يخلف، بالاضافه لمدرسه عين تكي اللي تاهي ذاك البناء المفكك اللي انطلقت الاشغال فيها على اساس تغيير ذاك البناء هذاك بتغيير ببناء اللي يكون صالح واللي يكون ما كيشكلش خطر على السلامه ديال الوليدات ديالنا. بالنسبه لمركز بن يخلف كذلك كانت لوتيسمون ديال بن يخلف، لوتيسمون الرياضي اللي كنعرفوها حتى هي من الثمانينات، الحمد لله الان تصوبت لها الازقه ديالها في الشوارع ديالهم بمواصفات مزيانه، الأرصفة ديالهم حتى هما كذلك مثال. التشجير يعني في السونتر بن يخلف كذلك كاين التشجير، كاين نخل، يعني حوالي 200 نخلة اللي تصيبات في جماعة بن يخلف عرفت في مشروع من المشاريع. بالنسبة إلى تكلمنا على المساحات الخضراء، هناك حاليا مساحات حديقة بألعاب الأطفال جاهزة حاليا موجودة، وحديقة أخرى في طور الإنجاز ديالها حتى هي في مركز ديال بن يخلف، حتى هي غيكون فيها الألعاب ديال الوليدات الصغار، بالإضافة للحديقة ديال بيتي اللي حتى هي مبرمجة غيكون فيها ألعاب الأطفال. إذن هذه بالنسبة للحدائق اللي غتكون متنفس ديال الساكنة، لأن كنعرفوا جماعة بن يخلف ما فيهاش متنفسات، إذن هذو إن شاء الله هذو هما المتنفسات، بالإضافة للمشروع القريب اللي غيكون إن شاء الله ديال الغابة اللي غيكون متنفس كبير ديال الساكنة لا سواء جماعة بن يخلف أو للجماعات المجاورة. غتكون فيها الاتفاقية راها توقعات على أساس أنها تكون طريق
ديال العدو الريفي بمواصفات ان شاء الله اللي غتكون عاليه، بالاضافه للباحات ديال الاستراحه وكراسي اللي غتستغل في هذا الباب هذا. بالنسبه لمشينا دائما في البنيه التحتيه، كاين ملاعب قرب. بني خلف ما كانش عنده ولا ملعب واحد ديال الملاعب قرب. حاليا ملعب راه جاري حوالي سنه تقريبا، دابا راه ملعب معشوشب بمواصفات مزيانه بالفيسيار ديالو بالمسائل ديالو. هناك مركز سوسيو رياضي اللي حتى هو في طور الانجاز، اللي هو بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هناك ان شاء الله ملعب ديال بني خلف المجاور للجامعه، حتى هو الاجراءات ديالو راه ساريه مفعول، وغتبدا الاشغال ديالو ان شاء الله مباشره بعد شهر رمضان. بالاضافه للملعب ديال العين التكي اللي تخصص حتى هو ليه مبلغ مهم باش يكون تهم ملاعب القرب، واللي حتى هو الاجراءات ديال الاجراءات ديال الانجاز ديالو راه في البدايه ديالها ان شاء الله، راه في الدراسه باش يكون واحد التصور ديال الملاعب القرب اللي غتكون في المستوى اللي غتشرف جماعه بني خلف. الا تكلمنا مثلا على الاناره العموميه، هناك فرق كبير بين الاناره العموميه اللي كانت بني خلف والاناره العموميه اللي كاين دابا. قبل يعني في التسيير السابق، كانت الى طفات بوله في السونتر بني خلف ما عندهمش باش يصوبوها، حتى الكاميو اللي كاين فيه 9 متر والبوطو اللي كاين 12 متر. اذا بالنسبه للاناره العموميه كان التعريف مشكل كبير في جماعه بني خلف. الحمد لله دابا كاين تغيير كبير، دخلتي من القنطره راه المصابيح يعني مشتغلين كلهم من الدخله حتى المركز بني خلف. مركز بني خلف لا درتي فيه بالليل راه بحال راه اناره كتشرف جماعه بني خلف. باقي عندنا مشكل اخر، حيت الجماعه مقسمه على جوج مزودين، كاينه لذاك وكاينه لوينو. فعلا بالنسبه للوينو كاين شويه كاين نقص في حدود طريق الرباط والفوق، يعني دواوير المجاوره الفوقانيه كاين نقص، حتى الوينو عندنا مشكل معها شويه. اما بالنسبه للاناره العموميه بالنسبه للسونتر فهي الحمد لله كتشرف جماعه بني خلف. هذه بعجاله بالنسبه لجرد بعض المشاريع التنمويه لجماعه بني خلف. الى تكلمنا عن المشاكل نقدروا نقسموها على تقريبا قسمين. كاين اشكال كبير ديال الميزانيه ديال الجماعه، فالجماعه وبحكم الموقع ديالها موقع استراتيجي قربها ولا حدودها مع المحمديه وقربها للدار البيضاء، طريق السيار، طريق وطنيه رقم واحد، اذا موقع استراتيجي. هذا بالاضافه للمجموعات مشاريع اللي كاينه سواء في اعاده اواقه طين دور الصفيح او مشاريع الاستثناء اللي كتعرف رواج كبير في جماعه بني خلف. اذا هذا يعني نمو ديموغرافي مهول، يعني يقدر اعلى نمو ديموغرافي في الجماعات ديال المحمديه ما يزيد على 9%. اذا هنا كاين مداخيل بالنسبه للجماعه، كاين اشكال، كاين الجماعه ما كتستخلصش اهم ضريبه اللي هي الضريبه على الاراضي الغير مبنيه، هذه اهم ضريبه ما كتستخلصها الجماعه، اذا كتشكل عائق. بالاضافه ان مجموعه ان بالنسبه للجماعه كتستقبل عدد كبير ديال الايواء قاطعين دور الصفيح، هادو اغلبيه ديالهم ما تيخلصوش، وما غنقولوش هما، غنقولوا مجموعه ديال الدواوير ما كتساهمش مع الجماعه ولو بسنتيم واحد، في حين انها الجماعه ملزمه باش تؤدي لها مجموعة من الخدمات، سواء النظافة، سواء الإنارة العمومية، سواء الحدائق العمومية. يعني كاين اختلال توازن في الميزانية ديال جماعة بني خلف، وربما مع حد السنوات كتزيد والإشكال كيكثر. إذا كنطالبوا باش يكون حل في أقرب وقت، لأن حنا حاليا هذا العام عندنا عجز ديال الميزانية ديال 7 مليون درهم أو ما يزيد. درنا الإجراءات ديالنا، الرسائل والمسطرة راه في وزارة الداخلية، حنا كنتسناو الرد اللي غادي يدار في هذا الباب هذا.